صنعها لكم آزر. فهلوا هلوا للبركة، هيا للفلاح. إنها آلهة تحقق لكم المعجزات، آلهة تجري السحاب وتمسك الرياح وترزق من تشاء. أريد إلهاً يرزقني بولد، فلقد كثرت بناتي وليس لي سند في هذه الحياة الدنيا. خذ هذا الإله. هل تثق به؟ خذه ولا تخف، سيجعل لك من أمرك ما تشاء، سواء في الذرية والرزق أو النساء. لقد بات لي صنماً من قبل ولم... لا تكمل، لا تكمل. الخير من الإله والشر من أنفسنا أيها الجاهل. ماذا يقول لك يا ابن آزر؟ لا شيء، لا شيء، شكرا للآلهة أن حفظت ملكنا النمرود. اذهب واسجد لما تشتريه، لعل بركاته تتنزل عليك. قل لي، ما حال ملكنا النمرود؟ ليس كما كان. وكيف كان؟ أنت كنت بالقصر، احكي لي ماذا كان يجري قبل أن ينزعج الملك من خبر الغلام الذي سيهدد عرشه. كنا نحيا في نعيم، بل كنا نعيش في الجنة في قصر الملك النمرود. من تود أن تبيت في حجرة الملك الليلة؟ الملك النمرود لا يختار إلا أكثر النساء حسناً وأجملهن قواماً وأطيبهن رائحة. تعالي أنت، اخترتك أيتها الجميلة، خذوها فزينوها، عطروها بعطر جميل، فإنها ستبيت في حجرة ملك ملوك الأرض النمرود. أما أنتن فانزلن لتشاهدن الرقص والغناء تحت أقدام الملك النمرود. أفنيت عمري وشبابي في خدمتك أيها الملك النمرود، علك تطلبني يوما لأبيت معك. أجمل الكأس في يديك يا أيها الملك، لقد أسكرت يداك الخمر يا مولاي. جميل ما تقول، ولكن الأجمل هذه الفتاة. لا 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 لا، بل هذه، نعم لا 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 لا، بل كلهن، نعم كلهن جميلات. لدينا مجموعة من المجرمين والمفسدين في الأرض يا مولاي. وماذا تريد يا وزير؟ سنقوم بإعدامهم، ونريدك أن تستمتع برؤيتهم وهم يعدمون.
جميل. وأين هؤلاء الخارجون المطرودون من رحمتي؟ أنا الملك أحضرهم. أحضرهم يا وزير، أحضرهم. أمرك يا مولاي. هيا هيا أيها المجرمون، هيا! هات المتبقي من المساجين واتبعني. فأمامكم دقائق قليلة وتواجهون الموت. ماذا فعلنا لكي نموت؟ خالفتم أمر الملك النمرود، ملك ملوك الأرض. هيا!